سعيد سعيد المسائل هذه ما يبقى لها مزحه ابدا. صدقني يا بابا احنا عرفنا يعني ايش التقصير في زراعه النخيل. احنا يعني ايه يا استاذ غيث؟ انا بس اللي عرفت وانا اخوك الكبير. يا سلام وانا اللي اكتشفت السر. خلينا اول نعرف ايش هو الاكتشاف وبعدين ننسبه لصاحبه. قول يا ولدي يا سعيد فرح جدك سرحان. قول. طيب يا جدي التقصير في زراعه النخيل هذا كتاب قديم موجود في المكتبه. كتاب؟ ايوه يا بابا هذا كتاب افتكر سعيد انه لقيه لما كنا بنقرا في مكتبه سرحان الاول. هذا كتاب قديم ومليان رسومات. والكتاب هذا فين ودحين؟ زي ما قلت لك يا جدي انا رجعت المكتبه. اجل باقي اللغز اللي في الكتاب هذا. بالراحة يا ابويا بالراحة الكتاب قديم جدا ممكن يتقطع. يا ابني يا ولد يتقطع عفا عليك بس يا فرحان الكتاب تاني كتيب ارواحنا. جدي وانا اللي حليت اللغز. طبعا يا ولدي حليته نص ونعارف قصدك انت تبغى المكافأة. جدي انا مكافأتي انكم تجيبوا الكتاب هذا لي انا الاول انا اللي ادور يمكن الاقي الخريطة واذا ما لقيتها دوروا انتم. اهم حاجة يا اولاد السرية العصابة لسه ما انقبض عليها علشان كده سر كتاب التأصيل في زراعة النخيل ما في أحد رايح يعرف عنه ويخليه بيننا هذا السر. طيب يا بابا بالنسبة لطلب سعيد الفرد هو الجماعة والجماعة هو الفرد هذا ما قاله جدي سرحان الأول. شو والكتاب لأنه قديم جدا ولازم نحافظ عليه أنا رايح أسوي منه 4 نسخ ورايح أعطي لكل واحد مننا نسخة يدور فيها وبكده نكون وفرنا الوقت بأقل جهد. يا سلام عليك يا ولدي يا فرحان الرأي ده أنا موافق عليه تماماً. إيش رأيك يا عيد يا سعيد في الكلام ده؟ أنا في كل الأحوال لازم أسمع كلام بابا. طيب دحين خلينا نحن نطل طلة سريعة على الكتاب قبل ما ننسخه.